نالت الحكومة الإيطالية الشعبوية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي ثقة مجلس الشيوخ بحصولها على 171 صوتا مقابل معارضة 117 وامتناع 25 عن التصويت. ومن جانبه أكد كونتي سعيه لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج حكومته مثل الحد من النفقات ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وكان رئيس الحكومة الإيطالية الجديد قد رشحه تحالف حركة خمس نجوم والرابطة.